الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد. اليوم 25 من رمضان، وراح نتكلم اليوم عن فكرة بسيطة جديدة إن شاء الله. اليوم راح نتكلم عن عمل يفيدك حتى بعد الموت بإذن الله. في صدقات وفي زكي وفي صدقات نفس وفي صدقات مال وفي زكاة وفي استشفاء وفي داو مرضاكم بالصدقة وفي أشياء كثيرة جدا. أنا الآن بطرح فكرة قد تكون ذكية للبعض وغبية للبعض. لو استطعت انك تعمل عمل يستمر اداؤه حتى بعد موتك يكون شيء جيد. يعني ممكن الان تعطي واحد صدقه 5 ريال او تعطي 50 ريال او تعطي 100 ريال او تعطي فلان 5 اكياس رز، فانه يستطيع انه يتغذى بها ويعيش بها لمده اسبوع اسبوعين وبعد ذلك يتركها، وبذلك تكون الصدقه انقطعت. لكن لو عملت صدقه مستمره ومستديمه حتى بعد الموت لك ولاولادك يكون شيء رائع. يعني مثلا في جمعيات خيريه كثير جدا وجمعيات لتحفيظ القران كثير جدا الان تبني مواقع، تبني عمائر، شقق مفروشة، فنادق، وتأجرها ودخلها يروح ريعة إلى حلقات تحفيظ القرآن، إلى مباني، إلى بناء مساجد، إلى صيانة مساجد. هذه العمارة أفرضك ساهمت ب 2000 3000 ريال ب 5000 ب 50000 ريال في عمارة من العمائر، أخذت كم متر من العمارة هذه، ستظل صدقتها لأنه هذه العمارة ستدر سنويا مبلغ، هذا المبلغ سيذهب لرواتب محافظي القرآن. تخيل كل من حفظ القرآن وصلح حاله وأصلح أسرته خيره يعود لمن ساعده، وبذلك تستمر الصدقة مستديمة. هذا الشاب مات، تستمر هذه العمارة الريعة هيعطي، وبذلك حتى بعد موتك ستجد أن مثل هذه العمارة أو مثل هذا الدخل المستديم يستمر في دخله وأداء لك حتى بعد الموت، ويصلح أولادك ويصلح أولاد أولادك وأولاد أولادك، وتستمر الصدقة الجارية إلى بعد موتك. أنا أقول أن في جمعيات كثيرة وجمعيات تحفيظ القرآن كثيرة ودعوة جاليات كثيرة جدا تعمل مشاريع مباني، ليش ما نستثمر في هذه الأيام الطيبة في هذه المباني، وخاصة المواقع الضعيفة. يعني مثلا جمعية كذا كذا بالحبيل، جمعية كذا كذا بوادي حلي، جمعية كذا كذا بالشعبين، جمعية كذا كذا بقنا، جمعية كذا كذا بخميس البحر، جمعية كذا كذا بمحايل، بالدرب، مربة، المناطق الضعيفة لا يوجد فيها تجار، وبذلك هم أقرب الناس لمن يحتاج لهذا العلم، وبذلك الصدقات اللي تروح لهم على الجمعيات الضعيفة اللي دخلها ضعيف تبني مباني دخلها سيستمر في إصلاح مجموعة كبيرة من المجتمع، سيصل للفقراء لبيوتهم، سيصل للناس لبيوتهم، سيصل للجهات المستهدفة لبيوتهم. لذلك أرى أنه من أراد خير في هذه اليومين الباقية إن شاء الله حتى نسعد بليلة القدر مثلا يتصدق مبلغ محدود سنويا في إنشاء دخل ثابت له لين الحسنات، أرى أنها فكرة تستحق التفكير. ودمتم بخير، أخوكم أحمد بدوي من أبها، السلام عليكم.